ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ الفيديو ده هنعمل فيه الكولا اللياقه بتاعت القميص. وزي ما قلنا قبل كده، عشان اعمل الكولا عايزه 3 مقاسات: نص دوران الرقبه، نص دوران الخلف الامام قبل المرض. نص دوران الرقبه اللي هو فين اهو، اللي انا مقفله القميص بتاعي اهو، واهو الخلف تمام. بحط الخياطة على الخياطة كده تمام اهو، يعني خياطة الكتف على خياطة الكتف بالظبط كده، عشان اقدر اجيب اعمل تكة بالمقص هنا واجيب النص بتاع الخلف بالظبط اهو. تمام تمام كده. فبقى كده عندي انا عملت ايه؟ نصفت الخلف. فانا لما بقول نص دوران الرقبة، فانا ببدأ من عند الحتة اللي انا قصيتها دي وبمشي تمام، بمشي بالمزورة من هنا كده، وبعدي على خياطة الكتف كده، وبمشي كده تمام لحد ما بوصل للمرد. يعني انا هنا بصي بالظبط اهو، اهو المرد 22 تمام، اهو المرد قبل المرد اوكي، اهو 22.5 اوكي، هنقول 23 تمام. طيب يبقى انا كده جبت اول حاجة اللي هي نص دوران الرقبة، نص دوران الخلف اهو، الخلف اهو، الخلف من خياطة الكتف للمنطقة دي، ده كده نص دوران الخلف. يبقى من الفتحة دي الى خياطة الكتف اهي بالظبط، بالظبط 9 اوكي. انا يعني مغبشة كده ليه؟ الكاميرا مش مظبوطة تمام. 9. طيب فاضل مقاس اللي هو الامام قبل المرد، الامام قبل المرد اللي هو من خياطة الكتف، من خياطة الكتف من هنا الى كده تمام بالظبط اهو تمام، اهو 12 تمام قبل المرض. طيب كده انا خدت المقاسات وهبدأ معاكي اعمل باترون. انا هرسم دلوقتي الكولا، عايزة اعمل مستطيل. اول حاجة هو نص دوران الرقبة، ده كده طول تمام، او الطول بتاع المستطيل تمام كده، ده كده 23 في ارتفاع 9، والتسعة دي ثابتة لكل الناس، التسعة دي ثابتة لكل الناس، و23 بقى هي اللي هتتغير، ده مقاسك انتي من على القميص او البلوزة تمام. طيب انا كده عملت ايه؟ عملت المستطيل. عايزة اقسم المستطيل من الناحية دي بطريقة اللي هي يبقى هنا نص الخلف تمام، وهنا الامام. فانا هعمل ايه؟ اول حاجة نص دوران الخلف كان عندي كام؟ كان عندي 10 اوكي، فانا هحط 10 وحط علامة، فده بقى كده ايه؟ نص دوران الخلف. حلو كده. طيب هنا الامام اللي هو ده 10 سنتي اوكي. طيب احنا قسمناها 10 والمفروض هنا 13 سنتي، اللي هم ايه بقى دول؟ دول الامام قبل المرض، الامام قبل المرض. ك
اوكي يبقى انا قسمتهم بالشكل ده خلاص. طيب في تقسيمة تانية، طيب يلا بينا. من تحت كده انا قست 3 وحطيت نقطة، ومن النقطة دي قست 2 وحطيت نقطة كده، ومن الناحية التانية زي نفس الكلام يعني، هنا 3 حطيت نقطة، ومن النقطة دي حطيت 2. اوكي طيب هوصل دول ببعض بخطوط كده، ايه بالعرض كده وكده تمام كده تمام. هعمل ايه؟ هقول 3 2 4، 3 2 4. طيب يمين شمال، اوكي طيب كده تمام تمام هطلع من النقطة 3 دي، هفصل وارجع لك بقى. اوكي هكمل معاكي. هطلع من النقطة 3 دي 2 سنتي ثابت، 2 سنتي ثابت كده. اوكي تقلتها بس شوية كده، وبوصل اخرها برقم 2 اللي فوقيها بشكل دائري كده. اوكي كده. طيب من نفس المكان اللي هو رقم 2 بدخل لجوه 1 سنتي ثابت، نقطة هنا 1 سنتي ثابت تمام. طيب ايه كمان؟ بخرج من فوق من هنا 4 سنتي ثابت، 4 اهو كده. اوكي طيب بوصل الاربعة دي بنقطة واحد، بوصل هنا بنقطة واحد، خط كده تمام خلاص كده. طيب كده خلاص انا خلصت، فاضل عملية التشريح اللي بتريح الرقبة. من رقم 4 شمال لنقطة 1 هوصل توصيلة اللي هي من هنا لهنا، من 4 لـ1، والجزء ده هرميه، هقصه وارميه. يبقى انا كده خلصت الكولة بتاعتي. هقص معاكي الكولة تمام. تمام ده الكعب اللي انا بقصه. تمام فاضل ايه؟ اظبط دي الاول وبعدين اقص الجزء اللي هيترمى واوريهولك. بقص على الخطوط بالظبط بدون اي زيادات، والزيادات هتتساب 1 سنتي اهو. يبقى انا هقص الجزء اللي تحت ده وارميه اهو، مش عايزاه. اهو الجزء، يبقى انا عايزة دول الكعب، مش عايزة كل الحاجات تمام. طيب. انا كده جبت قماشتين اهم فوق بعض تمام اهو، و اهم هتنيهم. يبقى انا جبت قماشتين فوق بعض وتانيتهم مرة تاني كده. تعالي نشوف بقى هنعمل ايه. اظبطهم بس عشان عايزة متني مقفول وعايزة اعشق البطرو. طيب استني كده تمام. انا هعمل ايه؟ انا هسيبك وهعشق البطرون تمام زي ما اتعلمنا مع بعض، وارجع لك طبعا هنا زي ما اتفقنا. ده ناحية المتني المقفول
تمام. هبدأ من هنا الحرف على الحرف عشان ده ما بيكونش فيه اي زيادة، لان ده الناحية المقفولة من عند الرقبة القفا. اوكي، وادي الناحية دي كمان متني مقفول، وهكمل تعشيق البطرون تمام بشكل كويس وارجع لك. كده عشقت اهو البطرون بتاعي على القماش، وهبتدي اسيب من كل اتجاه 1 سنتي تمام كده. اوكي، انتي قيسيه بقى تمام. احنا اتعلمنا خلاص ازاي نطلع 1 سنتي تمام وكده تمام. انا هقسم دي مش واحد قوي ما بين دي ودي، بس اوكي عشان ما عنديش قماش. اوكي طيب، حتى من الجزء ده المفروض برضو اخرج كده تمام اهو. يبقى 1 هنا و1 هنا و1 هنا تمام. نفس الكلام نفس الكلام، هبعد بقى عندي شوية عشان اهو كده. اوكي، نفس الكلام هعمل ايه، 1 سنتي في كل اتجاه تمام. اوكي طيب، هبعد من الاساس بتاعي اهو الباترون، هبعد 1 سنتي يا سيدي واقعد تمام كده. هقص معاكي عشان انتوا اتلخبطتوا في المحاضرة. وهنا كمان 1 كده. اوكي، مش هتعرفي توازني ايدك زي ما اتعلمنا، والبومبي ده بنزل بيه بمسافة 1 برضو كده. اخدتي بالك؟ حتى البومبي ده برضو ايه بنفس الطريقة. فانا هقص هنا معوجة سن، فانا هقص اهي تمام. فانا هقص على الخطوط اللي من بره اللي انا لسه حطوها. اوكي طب هقص معاكي كمان، هقص معاكي تمام. اجي اهو على الخط اللي انا خرجت بيه 1. اوكي، اجي اهو وادي كده اهو، والناحية دي كده ماشي على الخط، لا دخلت ولا خرجت. اوكي اوكي، هو عشان مش متعشق كويس تمام. يبقى انا كده قصيت الجزء ده تمام، ومع البراح الزيادة تمام. وهنا انا اقدر اشيل الباترون عادي اهو، لان انا خلاص حددت خطي اهو. اوكي طيب، همشي عليه برضو. بس انت ما تعمليش زي ما تشيليش الباترون، يعني تكوني معشقة الباترون حلو وبتقصي والباترون موجود وكله تمام تمام. انا بوريكي بس الاجزاء اللي احنا ما عملناهاش في المحاضرة عشان ما قصناش. اوكي، بمشي على الخط، لازم يكون الباترون متعشق كله تمام. خطواتنا هي هي ما بتتغيرش، ملكوش دعوة بيا. اوكي اهو، فاضل البومبي البسيط ده اهو تمام تمام خلاص. يبقى اجي البومبي، هوريكي بقى طلعت طبقات ايه. استنى اشيل ده عشان ما تتلخبطوش. خلاص هفك كده بس من على القماش. طيب بصي بقى يا ستي، بصي احنا بقى لما تنينا القماش اهو، بقى عندي ايه اهو، وكمان اهو ادي كعب وادي كعب. اوكي
اوكي بقى عندي ليقتين المفروض هيتخيطوا ببعض كده عشان لما اقلبهم، وعندي كعبين. طب انتي هتعملي ايه؟ انا جبت الفازلين بتاعي تمام، وتنيته كده اتنين زي ما عملت في القماش بالظبط لما قلت عايزة قماشتين وهتنيهم تمام. فانا تنيته او قماشتين، سوري اهم قماشتين هتنيهم مرة تاني كده تمام. وابتدي اعمل نفس اللي عملته، هعشق البطرون بتاعي كده على الناحية برضو المقفولة تمام، وهبتدي اسيب واحد في كل اتجاه. بصي انا هعمل ايه، طبقته اهو، هعمل كل اللي عملته في القماش بمراحل، واحد سنتي من كل اتجاه، وهقص وهرجع لك بالفازلين تمام. انا تنيت تنيت زي القماش، يعني هيطلع لي ناحيتين الحرف بتاع الكولا ده وناحيتين هوريكي. رسمت الخطوط بتاعتي اللي المفروض هقص عليها، اللي هو الواحد البراح في كل اتجاه، وهقص معاكي الفازلين تمام اهو. تمام هوريكي حالا اهو، اول جزء، ويجي الجزء الثاني تمام. يبقى انا كده عملت ايه كمان، قصيت معاكي الفازلين بنفس اللي عملته في الايه، زي ما عملت في القماش بالظبط خلاص. طيب بصي لو فكيت اهو طلع لي ايه، جزئين برضو لياقة. اوكي انا قلت لكم في المحاضرة ممكن نستخدم ناحية واحدة ما عنديش مشكلة. وطلع لي الكعب اهو، كعبين اهو تمام. يلا نشوف بقى المفروض نعمل ايه. اهم الناحيتين بتوع اللياقة من فوق اللي ليهم بوز، بحط دي على دي كده بالظبط. اوكي اهو عشان مقصوصين مع بعض، بتبقى الشكل واحد كأن قطعة واحدة مش قطعتين. وبحط الفازلين في اي ناحية، بس مثلا هنا المطفي، هنا اللي بيلمع. اوكي اهو اللي بيلمع بحطه هنا عشان لما اكوي يلزق فيه. اوكي كده تمام زي ما اتفقنا في المحاضرة. عايزة تحطي على الناحيتين حلو الفازلين، عايزة تحطي ناحية واحدة زي ما انا بعمل. اوكي انا كده كده قصيت ناحيتين زي ما انت شفتيني، وهي الناحية اللي بتلمع اهي هتتحط كده. اوكي وهبتدي اعمل ايه بقى، هعمل ايه بالدبابيس الاول، بسيب حرف بسيط قوي كده وببتدي بإبرة بسرج، بعمل بدبابيس زي ما انتوا شايفين تمام. ايه رأيك نسرج احسن عشان الدبابيس خرمت ايدي الصراحة تمام. انا دلوقتي بعمل ايه، انا خدت الفازلين من ورا ومن قدام وطبقتين القماش مشيت عليهم، وهنا نفس الطريقة احرص ان انا ماشية عليهم كلهم. يعني بصي مثلا هوريك حاجة صغنونة، بصي هنا الفازلين نازل جزء. اوكي هنزل بيه، هنزل بخياطتي لحد الفازلين، هو جزء بسيط قوي يعني لا يذكر زي ما انت شايفة، بس بحاول طول الوقت اوازن ان كلهم يبقوا مع بعض. اوكي يبقى انا كده عملت ايه، خياط بمشي بيها للاخر بس عشان الفيديوهات اللي بتطول قوي. طيب انا كده اعتبر نفسي ان انا خيطتها. لو فتحت كده بصي اهو فازلين واهو فازلين واهو قماش واهو قماش، ببتدي اقلب ربنا يستر، ببتدي اقلب
الكولا. اوكي معلش بقى الدبابيس، خايفة ادخل ايدي. بقلب الكولا زي ما وريتكم في المحاضرة، اعذروني بقى لان الدبابيس مش مدياني اهو، مش مدياني راحتي. بصي طلع منين. اوكي تمام كده، يبقى انا كده خيط بطلعها بس كويس. طبعا اتفقنا وبعيدها، واتفقنا قبل ما اقلب اي شغل بعد التمكين، انا عشان كده عاملة سراجة ومش عاملة كمان سراجة، ببتدي افتح الاجزاء البسيطة اللي هي قبل الخياطة، وببتدي اقلب الكولة بتاعتي. تمام هعتبر ان انا قلبتها معاكي وهي كده، هبدأ معاكي الجزء التاني. هخيط معاكي الكولة زي ما عشان تفهمي بس اهو، زي ما حطينا الحاجات مع بعض وعملناها بالدبابيس، انا بالظبط همشي على اللي احنا عملناه. اوكي يبقى هنا فازلين ومن تحت فازلين، وهنا القماشتين في النص. بخيط الكولة ازاي؟ بوصل للمثلث ده، اوكي انا وصلت لاخر حتة في المثلث. تمام بنزل الإبرة وارفع الدواسة ولف القماش بتاعي بالفازلين، وبرضو أبقى مظبطة دنيتي إن كلهم على بعض عشان إيه مخيطش وخلاص. تمام وأبتدي أمكن مرة تاني. تمام أظبطهم كده. تمام أهو اظبط. اوكي لحد ما اوصل للمثلث الثاني، اهدي كده بقى عشان اظبط حياتي. وصلت للمثلث ده، بنزل الإبرة وأرفع الدواسة وأقوم أوكي منزل الدواسة ودخلة كده. أوكي بصي بقى. تمام كده خيطتها معاكي على المكنة، وهبتدي اعمل اللي انتوا فاهمينه التشريح. انا هعمله بالمقص، حضرتك هتعمليه بايه؟ تمام بالقصافة. بصي بشيل البوزة دي عشان بتكلكع ساعات اهي كده، وببتدي امشي بالتشريح زي ما انا اوكي لحد الاخر. والناحية التانية شرح، وبشيل البوزة الطويلة دي كده بس بعيد عن الخياطة، وابتدي اشرح. تمام كله وابتدي اقلب اهو بقى، اقلب كده. ايوه كده الواحد يدخل صباعه ومطمن. بقفل المقص كده وببتدي ازق بيه طرف القماش من جوه. اوكي كده عايزه مقصر رفيع. اوكي هعمل بحرفه. تمام حلفه ما تطلعي. اوكي يا ستي خلصي، ما عندناش وقت الفيديوهات اهي. اوكي اجي البوز، والناحيه الثانيه شرحه كده، نفس الكلام نفس الكلام. خلاص يبقى كده اهو. تمام يبقى انا كده عملت ايه؟ عملت الياقه معاكي وكمان مكنتها اهو. ايه رايك؟ تمام طيب كده فاضل ايه؟ فاضل الكعب. فاكرين فاضل ايه؟ الكعب. طيب الكعب ده بقى بيتركب ازاي؟ اهو البوزه بتاعته. تمام قبل ده القماش، ثواني بس اطلع متعلقاتي.
ده جزء وده جزء. حلو. طيب بسم الصليب. ايوه خليني تايهه. لقيت اشياء الحمد لله. ماشي اهو. بصي بقى، بصي بقى التركيبه دي اهي، البوز اهو واهو البوز التاني. اوكي هيكونوا فين؟ بصي بصين لفوق كده. حلو 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 قوي. اخلي الجزء اللي هنا قد اللي هنا، اخلي بالي بقى من التكات دي. تمام اهو كده. وفوقيها الايه؟ الفازلين. الناحية اللي بتلمع فين؟ كده اهو. القطعة دي مش انا اللي قصيتها، يعني مش قصيتها دلوقتي، مقصوصة قبل كده، مش مقصوصة مظبوطة، اخدة ميل كده. اوكي ادي الفازلين بنفس الطريقة. البوز بتاعه فين؟ لفوق اهو. طيب كده فاضل حاجة. فاضل حاجة. ايه بقى الحاجة اللي فاضلة؟ اني اقلب كل اللي انا عملته كده اهو. اوكي ليه؟ لاني لسه هحط تاني الجزء ده، البوز ده لفوق كده. اظبط بقى ايه؟ بصي اظبط البوز على البوز. اوكي مش مهم جزئية الفازلين عندي مش قصاه. تمام تمام او ده المقصوص بتاع المحاضرة، فمش متظبط 100%. اوكي المهم عندي ايه؟ القماش يكون على القماش. تمام استنى شوية ادور على الفازلين اللي انا لسه قصاه. والله ما انا مزعلاك يا حاج. يلا بينا. حطيت البوزة كده لفوق والفوق. انا بقى هعمل ايه دلوقتي؟ حتى قبل التمكين، يعني انا حتى لو مش متمكنه او متمكنه، انا بظبط الاول نفسي. يعني انا نفسي بعمل ده بالفعل بايدي قبل ما ايه؟ ما اعمله على المكنه. ظبط. استني اشيل جزء صغير عشان ما يلخبطكيش من الفازلين هنا كده. بصي يا ستي انا هعمل ايه؟ هاخد جزء القماش ده، ادي الفازلين من هنا، ومن الناحيه التانيه من بره من هنا. اوكي هدخل كده، انا هعمل ده بالمكانه كمان وهوريهولك على الفودي. انا لسه كده ما دخلتش في الياقه نفسها. وجزء تاني في الداير على الفودي كده. تمام. طيب اللي جاي بقى هو تظبيط ايه؟ بصي اهي الكوله واهي الجزئيه دي اللي هتتقلب. فانا هعمل كده، دخلت بقى في الكولة كده. اوكي اهي لقطت بقى الكولة بكل الجزء ده. بصي هعمل الدبابيس للاخر وارجع لك وهوريكي برضو هنمكنها ازاي. تمام عشان برضو وقت الفيديوهات دي اعرف اظبط الدنيا اهو. هظبطها هظبط واكمل وارجع. انا كده حطيت دبابيس في الداير كله اهو. تمام اهو. كل اللي انا هعمله دلوقتي همشي امكن. اوكي من اول الدبابيس كده وامشي بيه لحد الاخر. تمام يعني لو هتكوني معايا تمام مش عارفه بقى. اوكي بصي هعمل ايه؟ مكان الدبوس اهو هشيل وابتدي. تمام انزل الدبوس وابتدي همشي جزء جزء بقى في المنطقه دي. لا هعدل وارجع لك. يسو. تمام انزل الدواسة، ارفع الدواسة وارجع انزل الابرتين لان في هنا الداير ده. اوكي كده انا بحاول اعمل ايه؟ امشي على مكان الدبابيس اللي انا حطيتها بالظبط.
تمام كده. يلا بينا. اوكي اريح بس القماش كده وابدأ اشيل الدبابيس. تمام دبوس تاني. تمام تاني. جريت. اوكي تمام اهو. ببطأ بس الفتلة قطعت. اوكي ببطأ بس في الحتة الاخيرة اللي فيها داير. اوكي اهو والف. لا شكرا 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 شكرا. اوكي طيب بصي تعالي كده اهو. تمام طيب اهو اهو. ها مين هيقول لي بقى قبل ما اعمل او اقلب الجزء ده المفروض اعمل ايه؟ التشريح بالقصافة مش بالمقص زي بالقصافة. التشريح بالقصافة باخد تكاية كده بسيطة قبل الخياطة، ما بعيد عن الخياطة خالص. اوكي كده اوكي خلاص هبتدي اعمل ايه؟ اقلب. يلا نقلب الكولة حتى ما تخيطتش. تمام هعيد عليها مرتين. اهي اوكي في حتة فلتت مني هنا فين؟ اهي. اعمل ايه في حاجة زي دي؟ اوكي ادخل بالخياطة اقلب تاني وادخل بالخياطة ملي ملي. هوريها لك حالا خليكي معايا وانتي معايا وانتي معايا. اوكي انزل 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 اهو. هدخل ملي واحد كده نشوف. بصي اهو دخلت بالملي عشان اهو. تمام كده والناحية التانية اهي. اوكي اهي كله تمام كله تمام. طيب ايه المرحلة اللي جاية؟ كده انا خلصت الكولة بتاعتي اهي بكل تفاصيلها. بصي بقى المرحلة دي تقدري تعملي ايه؟ تكوي. اوكي يعني انا بقولك اكوي. بصي شكل الكعب اهو اهو. استني ادخله هنا سنة اهو. اوكي كده. طيب هنا من المفروض نكويها. تمام طيب كويت وزبط. انا عايزة اركب. طبعا التركيب احنا قلنا سهل جدا. هركب معاكي الكولة ودي اخر مرحلة ليها. اوكي يلا 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 يا حلوين. طيب احنا هنا القميص او البلوزة مقلوبة. تمام احنا مش كمان مش مكملين الاكمام مفيش مشكلة. مقلوبة دي القلبة وهي الخياطة اهي. حلو كده. طيب ببتدي بقى اعمل ايه؟ بصوا بقى اهي الكولة. باخد الجزء ده مع الجزء ده كده من اول كده. تاني باخد الجزء ده مع الجزء ده. فين دبابيسي؟ اين اشيائي؟ يلا يلا على الحرف بالظبط كده. تمام هوريكي اهو كده. يلا وكمان كده انا بعمل ايه؟
بدبس هذه المنطقة عشان الكتف، اهي منطقة الكتف وصلت لها. يلا كده انا كده عملت ايه، ظبطت. بصي انا وصلت هنا للفتحة اللي هي في منتصف الرقبة، فاكرينها؟ تمام. يلا بينا، الجزء ده لازم اخلي بالي من حاجة، اهي الفتحة بتاعت الجزء بتاعت الرقبة ما تكونش واسعة، يعني تكة صغنونة قوي، وبالخياطة بتنزلي تحتيها، فخلي بالي من النقطة دي. تمام اهي، يلا اكمل معاكي، اكمل معاكي. اوكي طيب، انا خيطت للآخر وكله تمام، حلو حلو كده. هيكون فاضل ايه؟ فاضل الجزء ده ما تخيطش، فبقلب الجزئية دي. بصي انا هعتبر ان انا خيط، بقلب كده حلو، والجزء ده كده تاني. انا خيطت ايه؟ خيطت الجزئية دي مع دي، واهي بقيت الكولا اهي اللي انا بعمله. بقى الجزء اللي جاي ايه؟ اهو بظبط الجزء ده، بقلبه كده جوه اللياقة كده حلو، وبرد عليه طبعا المفروض برضو التشريح، وبرد عليه الجزء ده كده مع تانية بسيطة كده. تمام، موعود انا بالدبابيس كده. اوكي هعملها برضو اهو. والناحية دي طبعا في الداير كله 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 كله، هظبط لك الحتة الأولانية. تمام نكمل. أوكي كده مع جزء بسيط قوي كده. تمام أظبط، عارفة التظبيط، أنا كده بظبط قبل الأعاد على المكنة أو قبل الخياطة، الخياطة الأساسية يعني اهو اهو. تمام أهو. حتى الجزء ده برضو اهو. بصي بقى المنظر اهو، اهي جزئية اللياقة طبعا لما بتنزل على المكنة، الجزء ده بيجي على الجزء ده كده، بتاخدي الخط بتاعك ده. تمام ده كده عدلت المفروض القميص، وهنا اللي احنا عملناه بالمقلوب. اتمنى تكون الفكرة وصلت بهدوء، واتمنى تشتغلوا وتوروني الشغل. باي باي.